بس اوعك تقول بس احنا رايحين الارض ابو سيده ما يقول ما اكيد هيصور هناك بالظبط يعني هاخد انسرتس وبتاع وكده انت رايح تاكل ماكدونالدز بانترناشونال شين وتقول رايح زريبا ايوه عادي يا عم مش حوار ايه حوار مين يا عم ده انا اقرب منك اقرب من ايدك صباح الخير ازيكم يا جماعه النهارده هنعمل تحدي منيو ماكدونالدز كله معايا النهارده الثلاثي المرح كالعاده اكرم وعباس بتوع فيديو الشوكليت شيك وفيديو عملنا ايه عملنا فراخ مقليه المفروض ان احنا هنخلص الاكل ده كله بس انا متاكد ان احنا مش هنعرف نخلصه عندنا الاستاذ اللي ورا ده اوريدي قال لنا ان هو فطر سلطان ايوب وانا قايل له امبارح ما تفطرش حاجه وجوع نفسك لا احنا قدامنا ماشي لا يا عم اسكت يا عم ما تعرفش ده هيقرفنا هقعد في ساعه التلات هنقعد 3 ساعات ناكل في الاخر بس قبل ما نعمل التحدي هنروح مشوار كده الاول The man them won't chase her Cause that girl by them booty That girl I'm عباس هي المزاريطة تتراح منين؟ بلاش طب دور العمدة فين؟ فين العمدة الكبير قوي؟ جوني؟ جوني او اي حد فيهم جوني او هدرس او مش عارف مين وحاليا جات اللحظة هنطلب الاوردر فرينا كده في المنيو حطينا حاجات كلها تحت بعض وايه يعني قلنا عشان ممكن نقلل التكلفه شويه نحاول ندوم شويه من السندوتشات نخليها في اللي هو الجراند شير بوكس والشير بوكس وكده كده في الاخر هتلاقيها نفس الحاجه وزياده هيجي لنا بطاطس وكوكا فقشطه يعني مصلحه بس مش انا اللي هطلب اكرم اللي عايز يطلب العملاء اذا وصلت الرقم بيتواصل خير سيب مخرجه اتفضل اوردر طب ايدك فاضيه بقى معايا ولا ايه عايز ماك تشيكن ساندويتش تمام تشيكن فيليه ساندويتش سبايسي لا تمام بيج تيستي تشيكن ساندويتش تمام فيليه وفيش ساندويتش تمام ليتل تيستي ساندويتش تمام كوارتر باوندر ساندويتش تمام ماك رويل ساندويتش تمام تكس ماكس بيف ساندويتش تمام او معلش خليت تشيكن تشيكن مش بيف تمام وشير بوكس اتفضل تمام شير بوكس اقول لك اللي فيه تمام هيبقى فرايز وتشيكن ماكدو وكوكا وبيج ماك وتشيكن ماك تمام اتنين تشيكن ماك واتنين بيج ماك تشيكن هو واحد واحد بيج ماك واحد تشيكن ماك اتنين تشيكن ماك دو واحد بيج ماك فراخ واحد بيج ماك لحم يعني يبقى بيج ماك فراخ وواحد لحم المشروب هيكون ايه كولا تمام جراند شير بوكس بقى جراند شير بوكس تمام ده غير الشير بوكس الاولاني بعد تاني جراند يبقى بيف برجر وتشيز برجر تمام وبيج تيستي ساندويتش وجراند تشيكن بريمير تمام هيكون بيه تمام ومشروبك برضه لا ممكن حاجه ثانيه سبرايت خليها سبرايت ولا مريندا برتقال تمام تمام كده لا شكرا لا مش هيبقى في نفس تمام شكرا جدا ايش الفل الراجل ولا كانك بتطلب يعني عادي بتكلم بني ادم زهقان هل يا ترى هيجي لنا موتوسيكل ولا بعربيه انا على نفسي شايف انه هيجيب موتوسيكل يعني مش شرط قدر كبير لدرجه ان هو يجيب عربيه لا يا عم مش هيجيب ممكن يجيب موتوسيكل الموتوسيكل مش هيكفي انا موتوسيكلين لا مش فاهم ما هيجيب موتوسيكلين بحالهم يعني اصلا غيره بقى باك
ايه البكاش؟ يعني بات شنطه بيتش بوكس صح. عشان كده بيطلع البيت بلاقيه على طول طالع بالبتاع بس تبقى كبيره يعني. لا صغيره عارف، هو ممكن ياخد المساحه فعلا الثلاثه كوكا ولا اربعه، احنا تربيه اتنين كوكا بس صحيح. ما هو ايه اصلا الكوكا اصلا ما هو مش ماشين. ايوه ده ليتر ليتر. اوبا ست بس 5 جنيه خد شارب بيكلم الراجل على التليفون وقول اه تمام استلم الاوردر ودفعه. تقريبا كان شكينا ان احنا مش هندفع او كل حاجه غلط. كل حاجه بتقول كده بالظبط. نزل كده كله، نزل بقى كده كله ايه وهنرص في الاخر. النبي جبناش ناجتس؟ ناجتس لا ما جبناش ناجتس، احنا ناقصين يا ابني، احنا في مكان. الله استمال لعبه البيتس شكلها غريب كده. منظر ب 600 جنيه فعلا بس. ماشي يا جماعه، بصوا بقى معانا ايه. معانا فيلي وفيشي وبيك تيستي وماك رويال وجراند تشيكن وماك تشيكن وبيك تيستي فراخ وبيج ماك وتشيكن فيليه واثنين ماجد وتاكس ماكس وبيف برجر وده ايه تشيز برجر وده بيك تيستي فراخ وده ماك تشيكن وده كوارتر باوندر غالبا يعني تجيبنا احنا مش غالبا بيك تيستي ولا او في واحد فيهم ليتل فعلا. هنكتشف دلوقتي بيك تيست وبيك تيست هما بيحطوهم في نفس العيار. المهم احنا يعني جبنا المنيو كله. انا هبدا بالتشيكن فيليه عشان بالي كتير مع او انا ممكن ابدا كده بواحد ماجد كده على السريع. ايوه طب فين ليتل بيك ليتل تيستي؟ عادي ناخد الليتل تيستي. هو ده الضرب ابتدى؟ الضرب ابتدى. جابت الدرهات يا عم عارفين مراعاة الحيوان. خلي بالك كيتا لو شافت الفيديو كده وانت بتقول ما تقرفناش. بعدين انا كنت في الفريق اللي هيشتغل تبع كيتا في مصر. فين الليل تيست؟ الليل تيست هو مع عبد ده عارف شكله بيك تيست يعني مش ليل تيست. تصدق الماك تشيكن حلو اول مره اكله من زمان جدا جدا. شبعت؟ اول والله والله الصراحه بدات اشبع فعلا. طب مين هياكل الماك كده؟ خلصنا من ماك تشيكن يعني كده باكل تشيكن ماجد وماك تشيكن. انا عجبتني خد تشيكن فيليه داس كده ده هو ميني ويني. ماشي انا هعدل حد خق ماك تشيكن تاني. هو في اتنين ماك تشيكن ازاي؟ بص الليتل تيست اهو تقريبا ده بيج ماك. ده بيج ماك تشيكن. ماشي بيج ماك تشيكن مفيش مشكله. لا هتلاقي هناك اكيد في شاليمو. ما جابوش شاليمو فعلا مرمط. انا عمري في حياتي ما اكلت بيج تيست فراخ فعلا. عمري في حياتي ما اكلت بيج ماك فراخ يعني. اكلت بيج ماك لحمه زمان خالص دلوقتي لحد دلوقتي عمري ما اكلت بيج ماك فراخ. مين جاب برندا؟ انت ليه قلت له برندا يا بختار؟ مين بيشرب برندا يا بختار؟ طب هات كده المانجا. طبعا وحش قوي. اختيار الجاي هيكون كوارتر باوندر ماك رويال. يا عم ايه ده؟ طلعت على الكرسي بتاعك. ايه؟ مين اللي انا باكله ده بقى؟ جراند الحاج جراند الكبير. لا لا ده بيك تيست بيك تيست. يعني انا امبارح واكل اليوم كله ب 10 جنيه والنهارده واكل مثلا ايه نص ساعه ب 700 جنيه. انا بحب الفلو فيش جدا بس ما بعرفش ميكسه مع الاكل العادي مع لحمه وفراخ يعني. شبكنا توجعني ولا ايه؟ ولا اي حاجه بس احب اكل مثلا ايه لو جعان قوي اتنين فيليه فيش بالكتير. بص اسمه تارتر صوص مش كده دي في الاخر يعني عملوا ينونوا وتدي لهم الاكل ومش بياكلوه في الاخر. اقفل واحد ماجد كمان ده خالص برجر. اخد برجر ايه؟ برجر او ماجد ممكن اخد بس انا لسه واكل كورتر باوند فكانه تشيز برجر كبير. انا مفيش حد فينا قرب للبيك تيستي. لا ايه ده متاكل نصه ده فيه ربع. محدش فينا قرب للماك رويل وفي جراند تصدق ممكن اخد جراند تشيكن كبير مليان اهو الليتل تيست اهو اهو تصدق حد عايزه؟ ده ليتل تيست؟ ده مجدو يا ابني. لا يا ابني ليه بص في لحمه لا يا ابني ده تشيز برجر. تشيز برجر مش كبير كده بص كبير ازاي؟ كبير وفي لحمتين هو ليتل تيست وبصل ده ليتل تيست اهو. فين تشيز برجر؟ تشيز برجر اكلته؟
احنا جبنا تشيز برجر. جبنا تشيز برجر حطينا انا حطيت مدرف وفي مين تشيز المظلومه. انا اكلت تشيز برجر ولا انا اكلت والله ما فاكر اكلت ايه. لا مش فاكر انا اكلت كورتر بوند تشيز برجر. ايه ده وفي برجر؟ لا تشيز برجر ما جاي ده البيف برجر. حد عايز يجيب تيستي؟ على خيره الله. المهم احنا هنسال دلوقتي سؤال مهم جدا 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 اهم سؤال في القعده دي كلها. هنروح الجيم النهارده الساعه كام؟ 9 ولا 10؟ السؤال دلوقتي هايدن ولا دندونكر؟ صح برافو عليك. لا هايدن بيعمل اسيستات كتير دندونكر زي عامل زي طارق حامد. الله ينور عليك. انت اكلت ايه بقى؟ انا يا سيدي اكلت ماك تشيكن و بيج ماك تشيكن و كورتر باوندر و حاجه رابعه انا قلتها ماك تشيكن مش فاكر كانت ايه حاجه رابعه. واحد مكدو في الاول. واحد مكدو في الاول صح. يبقى مكدو وبيج ماك تشيكن وماك تشيكن و كورتر باوندر. ايه اربع سندوتشات. بس اول واحد فيهم يعني مكدو يعني مش حاجه. وليتل تيستي. وليتل تيستي كمان خمس سندوتشات. هو اللي هو كان واحد ونص. ما هو ده عشان الجيم المرضى عشان عندنا تمرين الساعه 9 تمرين باي وتراي. وده اللي فضل بعد ما خلصنا التشالنج ولتر بيبسي. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك اعمل ثامز اب ولو مش عجبك ما عنديش غير حاجه واحده بس اقولها لك.